هذه اللحظات أعزائي المشاهدين موعد صلاة العصر. كل اللاعبين عندما سمعوا الأذان توجهوا فورا إلى المسجد المقام داخل استاد الإسماعيلية عشان يؤدوا صلاة العصر جماعة مع لاعبي النادي المصري. النادي الإسماعيلي هذه هي نقطة الانطلاق وأول فوز للدراويش بهدفين مقابل لا شيء، وافتتح هذه الأهداف عبد الحميد بسيوني وسيمون ملامة. ضغط حلو، بسيوني انفرد وممكن يجيب جول وقبل أن يلتقي الإسماعيلي مع الزمالك بالإسماعيلية كان قد فاز على جلدي في الفيوم بهدفين مقابل لا شيء، ثم كان التعادل الأول مع الزمالك بدون أهداف، ثم كان فوزين متتاليين خارج أرض الإسماعيلي حيث فاز على المنصورة بالمنصورة بهدفين مقابل لا شيء، ثم عاد ويكرر هذه السيمفونية الرائعة من الانتصارات ويفوز على المحلة بهدف مقابل لا شيء بهدف عبد الحميد بسيوني. ثم كان أكبر فوز للدراويش في مشوارهم على سوهاج بالإسماعيلية وبخمسة أهداف مرة واحدة، بالرغم من العرض القوي الذي قدمه سوهاج أمام الزمالك. ليس كرة مع أيمن عبد الجواد، وخطر 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 جوه الجول، جوه الجول، محمد مخلم الدريشة داخل منطقة الجزاء والعرضية وبا! الله الجول، الله الجول ده، هوبا هوبا جوه جول عبد الحميد بسيوني 28 ياردة هوبا جوه الجول، يا خبر ابيض عبد الحميد بسيوني وهاتريك جوه الجول. ثم كان الانتصار على ابناء العم بالمقاولون العرب بالقاهرة بهدفين مقابل لا شيء، وكان الظهور الأول والأخير لعبد الرزاق وهدفه الثاني الذي كان أكبر دليل على قدرة هذا اللاعب في البداية، وكان تأكيدا للفوز على المقاولون بهدفين مقابل لا شيء. ثم كان مواصلة لهذه الانتصارات كانت على حساب غزل السويس، حيث فاز الدراويش بأربع أهداف مقابل لا شيء في الإسماعيلية، ثم كان التعادل الثاني في الإسكندرية وبدون أهداف مع الاتحاد السكندري. وعماد النحاس وداخل عماد جول جول، والهدف الثالث يطفى منه على طول، عطية صابر وبيلعبها جول هو جول، عطية صابر عايز يلعبها بالعرض وتخدع وائل خليفة وتبقى الهدف الرابع في الدقيقة 19. وكان أول هدف يدخل شباك الدراويش كان من الأشقاء القناة، بالرغم من فوز الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هذا الهدف. اتلعبت بعرض الملعب ودي عمرو فهيم، هوبا يا سلام على كده، وادي هوبا محمد رمضان، ياي. ثم كان الفوز الصعب على البلدية في الإسماعيلية بهدف محمد بركات، والنتيجة الفوز بهدف مقابل لا شيء. بنفس النتيجة واصل الدراويش انتصاراتهم، حيث فازوا على المصري في بورسعيد بهدف مقابل لا شيء. والكرة على طول ملعوبة لزميل، رؤية حلوة وادي تمريرة والهدف، والهدف الأول، والهدف الأول. ثم كان اللقاء المؤجل مع النادي الأهلي بالإسماعيلية، وكان التعادل بهدف لكل فريق. وتوصل مرة ثانية وما زال فيها خطيرة، والهدف الأول، الهدف الأول للنادي الإسماعيلي، الهدف الأول للنادي الإسماعيلي. عمرو فهيم وعرضية ونموذجية والهدف الأول. ثم كان الدور الثاني للدوري، وكان الإسماعيلي في مقدمة الدوري، وكان التعادل الرابع للدراويش مع الترسانة في ملعبها بهدف لكل فريق بعد أن كان الإسماعيلي هو المتقدم. ماشي شغلول والعرضية وهوبا، حلوة حلوة حلوة. ثم كان عودة لذاكرة الانتصارات من خلال الفوز على جلدي بالإسماعيلية بهدف مقابل لا شيء في لقاء من اللقاءات الصعبة. وداخل منطقة الجزاء
وبالرغم من أن العديد من الخبراء راهنوا على أن الإسماعيلي لن يستطيع تكملة المشوار بنفس قوة الدور الأول، إلا أن الدراويش أعلنوا عن أنفسهم بعد عرض قوي من أجمل عروض الدوري بعد أن فازوا على الزمالك بالقاهرة 4-3. المباراة بص حضراتكم منين؟ ده مشوار حوالي 70 ياردة. بص بقى إبراهيم حسن، تامر عبد الحميد، مدحت عبد الهادي، لا مش مع بركات، واستعجل قوي يا عبد الواحد السيد في الطلوع، دم البركات وحطها في اليمين والهدف الرابع، عبد الحميد بسوني والهدف الرابع. ثم حقق الدراويش فوزا على المنصورة 3 بالإسماعيلية، وكان هذا تأكيد لصدارة الدوري. إسلام وممدوح وداخل إسلام والهدف الثاني. أبو جريشة، محمد محسن أبو جريشة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. كان لقاء غزل المحلة من اللقاءات الصعبة، وفاز فيها الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد صلاح أبو جريشة، وكان اللقاء بالإسماعيلية. ثم كان توالي الانتصارات والفوز على سوهاج بهدف عمرو فهيم في لقاء من اللقاءات الصعبة. ازدادت صعوبة المباريات، وكان أصعبها على الإطلاق لقاء المقاولون بالإسماعيلية. فاز الإسماعيلي في هذا اللقاء بهدف عبد الحميد بسيوني، وأكد الدراويش الصدارة على قمة الدوري العام. ثم كان لقاء غزل السويس، حيث فقد الإسماعيلي نقطتين، وكان هذا اللقاء في استاد السويس، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وكان فوز آخر في الإسماعيلية على حساب الاتحاد السكندري 3 نظيفة، منها هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع. وكانت قمة مباريات الدوري المصري، ولم تشهدها الملاعب المصرية منذ زمن طويل. كان لقاء الأهلي والإسماعيلي بإستاد القاهرة الذي انتهى بالتعادل 4 لكل فريق. على جول ضربة المعاناة وحطها جول، حطها جول عطية صابر. ثم كان لقاء الأشقاء بالإسماعيلية، وكان هذا اللقاء أيضا من اللقاءات الصعبة للدراويش لتأكيد الصدارة على الدوري العام، وكان هذا اللقاء مع فريق القناة بالإسماعيلية، وانتهى بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف بعد أن كان القناة متقدما بهدف. ثم كان الفوز الذي أتاح للإسماعيلي الطريق نحو درع البطولة، وهو الفوز على بلدية المحلة بالمحلة 3 مقابل لا شيء. وهاتوا خد وياخدها وهيعدي وهيبص بره وادي ابو جريشه وجول. لسه بقول لحضراتكم مشاهدين، جمهور كبير بيملأ جنبات ملعب استاد الإسماعيلية النهاردة في كرنفال ومهرجان رياضي كبير جدا بتتعامق فيه الأعلام الصفراء مع الأعلام الخضراء. جماهير النادي المصري النهاردة بتؤازر الدراويش، والدراويش استقبلوهم خير استقبال. جمهور كبير بيقدر ب 22,000 مشاهد ملأوا جنبات الملعب منذ الصباح الباكر بالرغم من إقامة اللقاء الساعة 5:15 عصرا، ولكن الجمهور كان كمان بيدور على التذاكر من أكثر من أسبوع. احتفالية رائعة بيحتفل بيها جماهير الدراويش، يمكن في جمهور كمان كبير جاي من كل مكان في الجمهورية بيؤازر الدراويش في هذا اللقاء. يمكن احنا ننقل لحضراتكم هذه اللحظات، فعلا مهرجان رياضي كبير بتشهده مدرجات استاد الإسماعيلية النهاردة في هذا اللقاء الختامي في مباراة الدوري العام اللي بيجمع بينه وبين شقيقه النادي المصري. أيضا أعزائي المشاهدين، في تجربة غير مسبوقة في ملاعب كرة القدم المصرية بيتم تخصيص مدرج كامل للسيدات، وزي ما احنا شايفين مدرج السيدات دلوقتي بيملأوا هذا المدرج في هذه اللحظات تشجيعا ومؤازرة للدراويش. من الواضح ان التجربة النهاردة يعني ناجحة جدا، بدليل ان فتيات وسيدات الإسماعيلية موجودين في استاد الإسماعيلية بيؤازروا الدراويش، وخاصة انهم موجودين قبل بداية اللقاء بحوالي الساعة.
ولو بصينا اعزائي المشاهدين في اعمده الاناره في استاد الاسماعيليه في جمهور كمان موجود ما لقاش مكان في المدرجات، ففضل انه يشاهد المباراه من اعلى نقطه في الملعب من ارتفاع كبير جدا من اعمده الاضاءه في استاد الاسماعيليه. ليبرو عماد النحاس هو اللي طالع وعامل موسم كبير قوي. عماد النحاس السنه دي مع النادي الاسماعيلي، وادي هجمه حلوه قوي عمرو فهيم، ويا اسلام اسلام بعرض الملعب وجول عماد النحاس، الجول الاولاني للنادي الاسماعيلي على البطوله او الفريق اللي بيشارك في البطوله. وادي جول وهدف بعرض الملعب اهي، بتتلعب وبركات بيدخلها جوه المصري الهجمات، ونتيجة تبادل الهجمات أصفر عن هدف إيهاب جلال بتاع التعادل. وادي هدف الثاني، ادي الهدف الثاني للنادي المصري، وخطر محمد صلاح ابو جريشه، وانفراد وانفراد وفاول، كارت احمر طبعا قانون قانون، كارت احمر 2-2 وفاول خطر وبيلعبها امام ابراهيم. بس عمله صح والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.